أعضاء مجلس الإدارة ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك. هو مبروك لكل أهلاوي مش لينا، كل أهلاوي على مستوى العالم، دلوقتي الأهلي في كل حتة. طبعا بنشكر كل من ساهم في اليوم الحضاري اللي احنا فيه ده، وإظهار اليوم ده بأحسن صورة تاريخ باسم ومبادئ وتاريخ النادي الأهلي. سواء أولا الشكر، كل الشكر للجنة المنظمة لهذه هذا اليوم للجمعية. بنشكر طبعا اللجنة المركزية اللي صاغت اللائحة، القامات الكبيرة اللي ساهمت فيها، سواء من مستشارين أو أعضاء مجلس إدارة، زمايلنا اللي كانوا ضمن هذه اللجنة، كباقي أعضاء مجلس إدارة اللي ساهموا، أعضاء الجمعية العمومية اللي شاركوا في كل ندوات وورش عمل من جميع أطياف النادي، سواء إعلاميين سواء رياضيين سواء رجال أعمال. نشكر المستشار محمود فهمي طبعا، يعني الأب الروحي بتاع النادي الأهلي كله، الدكتور فاروق العقدة، الأستاذ ياسين منصور، الأستاذ محمد نجيب، المستشارين بقى، القامات الكبيرة اللي كانت ضمن اللجنة، يعني مع حفظ الألقاب بقى أو مش عايزين ننسى حد، إنما المستشار أسامة أنديل، المستشار علاء أنديل، الأستاذ محمد فتحي المحامي، طبعا مش عايزين ننسى السيادة الوزير مجدي العجاتي، يعني الناس، المستشار أحمد حسان، دي المستشار عمر الشريف، كل دول ناس قامات كبيرة جدا حقيقة، ساهموا من خلال حبهم للنادي وتاريخهم في النادي برضو، ومن خلال إن الناس دي كلها ليها لامسين احتياجات النادي ايه ومشاكل النادي ايه وايه ظروف النادي، فده بعث شيء من التناغم ما بين القرارات اللي خدوها والبنود. ثانيا مشاركه اعضاء الجمعيه العموميه في ورش العمل والندوات اللي اتعملت، بحيث ان احنا غيرنا 53 بند او ماده. لحضرتك عجبني قوي الاختلافات والنقاشات اللي دارت ما بين مجلس الاداره والاعضاء، وفي الاخر انا شايف ان التصويت على اللائحه هي مش لائحه مطروحه من مجلس الاداره، ده لائحه مطروحه من الاعضاء. الاعضاء هم اللي حطوها زي ما قال الكابتن خطيب دلوقتي، هم اللي رسموا الخطه المستقبليه للنادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي. طبعا في كمان يعني الجندي المجهول بقى، الشركة اللي رسمت لنا طريقة عرض وتنظيم وإخراج هذه الجمعية العمومية واللائحة، مش عايزين لا طبعا إنما شركة طبعا إنما شركة طبعا الحقيقة الشكل اللي اتعملت في كل فرع، تلقي الطلبات، التنظيم، الخطة اللي اتعملت لهذا اليوم الجميل، الحقيقة بنشكرهم جدا لأنهم دي كانت برضو ماسكين لنا الحملة الانتخابية بتاعتنا. فلو قعدنا نشكر هنشكر ناس كتيرة جدا، إنما الشكر الحقيقي بقى لأعضاء الجمعية العمومية اللي هم فعلا جم في يوم حر زي ده، وجم ورغم إن هم الانتخابات اللي فاتت كانت صعب جدا في الدخول والخروج وإدلاء بالأصوات، إنما الناس صدقتنا لما قلنا ان احنا هنزيل كل العقبات دي، اللي صدقتنا لما قلنا العمليه مش هتاخد اكتر من 3 4، انا قلت 7 دقائق، الناس ما صدقتنيش، الناس النهارده بيقولوا لي انت ضحكت علينا، دي 4 دقائق بس، دي 4 دقائق وثلاث دقائق، انت ضحكت علينا في 3 دقائق. فيعني احنا مبسوطين جدا ان احنا بنسمع الكلام ده، الناس طالعه النهارده بتشكرنا وتقول بنشكركم، دي الكلمه دي تسعدنا جدا قبل اي حاجه. فالحمد لله ان كل شيء مشي كويس، وبرده بنكرر الشكر لكل من ساهم في هذا اليوم. ربنا يخلي عليك طبعا، بنشكر عليك شكرا جزيلا استاذ خالد الدرندله، من صندوق ألف شكر.